السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله متابعينا بكل خير. وصلت اليوم تويوتا لاند كروزر شاص موديل 2023 وارد السعودي. كما تلاحظون تم الاختلاف في الخط التمساح، كاميرا خلفية على الباب، أضواء خلفية هالوجين، صدام ألومنيوم، مكان الكاميرا وارد البريمي، لا يوجد أي تغييرات في الشكل الخارجي ولا الداخلي سوى في الخط. هذه الكاميرا الخلفية على الباب، الواجهة الأمامية، طبعا ديفلوك وينش، غطاء السبير الخلفي، وارد عبد اللطيف جميل، تخشيب على الأبواب باللون الأسود اللامع، كروم على المراية الجانبية، ثمان ريش، مقاعد مخمل، الإضاءة الداخلية، المقود عليه تخشيب، ماطور هواء في الخلف، لا يوجد أي تغييرات، شاشة خلفية مقاس 6 إنش، طبلون عادي. كانت هذه أبرز التغيرات في موديل 2023. بالنسبة إلى السعر، فالسعر 180,000 ريال سعودي. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات، وشكرا.